طبعا تم الانتهاء الآن من هذه الورشة، الورشة اللي انعقدت لتنظيم بطولة الشباب في شهر أكتوبر. وهذه الورشة يعني أتت بناء على طلب اللجنة المنظمة العليا لاطلاع المعنيين في اللجنة المنظمة، سواء رؤساء لجان والعاملين في هذه اللجان اللي خصصت وشكلت لهذه إدارة هذه البطولة، بحيث أن لوضع الاستفسارات والأسئلة تجاه المعنيين في الاتحاد الأسيوي. وأعتقد هذه ورشة مجرد يعني أكثر انفورماتيف، أكثر فيها معلومات للأشخاص اللي منضوين تحت هذه اللجان العاملة، والهدف منها أن يكون في نوع من التفاعل والاستفسارات والإجابة لكثير من المشاكل التي قد يواجهونها في تنظيم هذه البطولة. طبعا نحن كلجنة منظمة عليا ولجنة منظمة تنفيذية سعينا بأن نكمل هذه التشكيل من فرق عمل في فترة يعني مبكرة قبل انطلاقة البطولة، وأعتقد الآن وصلنا إلى ساعة الصفر. ويعني إحنا كاتحاد بحريني وكلجنة منظمة عليا العمل بدأ وسيبدأ بشكل فعال أكبر خلال شهر 9، وسيكون رؤساء اللجان وأعضاء اللجان عاملين بشكل فعال وأوضح. صحيح هناك بالنسبة لنا استفسارات إلى الآن لم تحدد ولم توضح، ولكن أعتقد إحنا وجودنا اليوم عندنا الممثلين، عندنا أنا شخصيا عندي كذا استفسار شخصي وراح يتم الإجابة عليه، والهدف منا إحنا أن يكون في تواصل ما بيننا وبينهم، بين الاتحاد الأسيوي، خاصة أنها البطولة معنية بأن يكون هناك لجنة منظمة محلية والاتحاد الأسيوي، وسيكون هناك تنسيق بين هالطرفين في إدارة هذه البطولة. فكل ما قرب يعني وجهات النظر والعمل ما بين هالطرفين، كل ما تنظيميا قدرت تنجح في هذه الفعالية. فإحنا الهدف الأسمى بأن البحرين تنظم بطولة ناجحة بكل المقاييس، ويعني كل البحرينيين اللي موجودين في هذه الغرفة اليوم أعتقد هم معنيين وهم أهل لهذا العمل، وسنقوم بأفضل صورة لإخراج هذه البطولة بالشكل المناسب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني تم عقد هذه الورشة بناء على طلب منه للاتحاد الآسيوي بأن يأتي الفريق يعني ممثلين الاتحاد الآسيوي ويضعون جميع اللجان في الصورة، وإذا كان هناك في استفسارات أو أمور غير واضحة توضحها لها، يعني توضحها هذه المجموعة. اللجان عملت بشكل مسبق يعني من حوالي 3-4 شهور، وأنا أعتقد جميع اللجان اليوم وضعت تصورات للعمل. الفارق الوحيد في هذه البطولة أننا بنعمل يعني فريقين، فريق اللجنة المنظمة المحلية وكذلك اللجان أو الإدارات الاتحاد الآسيوي، فنحتاج يعني تنسيق أكثر، تواصل أكثر، تفاهم أكثر. أنا أعتقد الجانب النظري اليوم إحنا يمكن غطينا، لكن يبقى محتاجين تكثيف الجهود في تنسيق العمل على الواقع، وأنا أعتقد كل هذه بتتضح مع اقتراب موعد البطولة. المعلومات دي بتكون أوضح وبيتم التعاطي معها من قبل اللجان بشكل مباشر مع اللجان المقابلة في الاتحاد الآسيوي. وحضور اليوم جميع اللجان في هذه الورشة حقيقة هو يعني أثر النقاش المطروح في هذه الورشة. نتمنى يعني مع اقتراب موعد البطولة يكون تفاعل أكثر. الاتحاد الآسيوي دائما متواصل، وأعطينا الحرية أنه يتواصل مع رؤساء اللجان بشكل مباشر، وهذه رايح يسهل العمل إن شاء الله. يعني نقدم جزيل الشكر حق الأخوان اللي حضروا اليوم ورشة العمل، وكذلك الاتحاد الآسيوي، وأشكركم أنتم على التغطية.